تأكيد لبعد ذلك مع أن الأصل الأول اللي هو إيه؟ إن يكون الأمر والنهي منصرف تلقائيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ إذن كلمة من السنة ينبغي أن تصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إن سالم ابن عبد الله وده أحد الفقهاء السبعة كما ستعرفون أيقن تماما أن الصحابة والتابعين لا يطلقون كلمة السنة إلا ويريدون بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. إذن الآن إحنا تركنا أو رددنا على الشبهة التي فيها مظنة احتمال، قلنا أن الأصل أن يكون الآمر والناهي هو الرسول، والأصل أن تكون السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم الآن إن الشافعي لما حكى كلام ابن عباس وكلام الضحاك ابن قيس قال إيه؟ وقال لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناها إن السنة تنصرف إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. شبهة تانية بقى، شبهة أخرى في عدم احتمال الرفع. لو سألناهم هم يقولون لنا طب إذا كنتم تقولون ذلك وأن كلام الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ومن السنة كذا، فلماذا لم يذكر الصحابي نص عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن العبارة الموجودة ليست من كلام الرسول، إنما هي من كلام مين؟ فلماذا صرف أو انصرف الصحابي عن ذكر نص حديث الرسول وصاغ العبارة كلها في هذا القالب أمرنا ونهينا وكذا؟ ألا يحتمل ده هما بنقوله كده، ألا يحتمل أن يكون الصحابي فهم الأمر على غير حقيقته أو النهي على غير حقيقته؟ لماذا عدل عن ذكر عبارة الرسول؟ طبعا هنعرف الآن سنعرف أمرين. الأمر الأول أنه فعل ذلك تورعا واحتياطا. الأمر الثاني أنه لا يستحضر نص عبارة الرسول، لا يستحضر إيه؟ نص عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كانوا يحرصون على أن ينقلوا اللفظ كما سمعوه. لكن هب أن صحابيا خشي أن ألا يحكي الحديث إيه على نفس اللفظ، فكيف ما كيف تصرف؟ ابن مسعود هذا كان أحيانا يقول رسول الله، يقول قال رسول الله ويرتعد ويأتي فينا يقول أو كما قال رسول الله، يقول كبرنا ونسينا. فالدافع إلى أن الصحابية يقول من السنة أو أمرنا أو نهينا خشية ألا يكون مستحضرا إيه نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. خلاص، لا خلاص انتهينا بقى. يبقى إذن لو جاءتنا شبهة وقيل لنا لماذا لم يصرح الصحابي بصيغة الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول والله شيء أمر من يعني أحد أمرين، يا إما قال ذلك على سبيل الاحتياط والتورع والورع، يا إما أنه خشي ألا يؤدي الحديث على نفس اللفظ الذي سمعه من الرسول، ربما يحذف حرفا أو يضيف حرفا أو يغير الحديث
فأبى ذلك وقال من السنة كذا أو كذا، بدليل أن أبا قلابة قال لو شئت قلت لكم قاله رسول الله أنا لم أكن كاذبا. نعم، هذا يبقى قيل هذه الصيغ مرفوعة تأخذ حكم الرفع، وقيل أنها لا تأخذ إيه حكم الرفع لهذه الشبه التي ذكرناها لكم. ورددنا على تلك الشبه، يرى بعض العلماء، أنا كما قلت الآن، أن العبارة التي لا تحتمل إلا الرفع هي عبارة أبي بكر الصديق حين يقول إيه أمرنا أو أمرت أو أمر أو نهينا، لأن أبا بكر لم يتأمر أحد عليه سابقا إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وخصص بعضهم الخلاف بغير الصديق، أما هو فإن قال ذلك فمرفوع بلا خلاف. نعم، قلت ويؤيد الوقف في غيره طبعا، لأننا كما قلت الآن لأنه لم يتأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقية الصحابة تأمر عليهم إيه؟ تأمر عليهم أبو بكر، والتأمر عليهم غير أبي بكر بعد وفاة أبي بكر، ووجب على الصحابة أن يمتثلوا أمر من؟ أمر الآمر، سواء كان أبا بكر وسواء كان عمر وسواء كان غير عمر. إذن احتمال أن يكون الأمر والنهي لغير رسول الله في غير من؟ في غير أبي بكر أو سوى أبي بكر، وهذا كلام وجيه. نعم، قلت ويؤيد الوقت في غيره هو يريد أن يؤكد أن الأصح أنه يأخذ الوقف وليس يأخذ حكم الإيه؟ وليس يأخذ حكم الرفع. نعم، ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال السدوسي حنظلة السدوسي بفتح المهملة وضم المهملة أيضا مشددة وضم المهملة. نعم، قلت هذه يا شيخ من قائلها السيوطي أم النووي؟ نعم، قلت ها السيوطي أم النووي؟ لا كلام السيوطي، كلام السيوطي هنا. نعم، قال كلام النووي في الأعلى، في الأعلى، في أعلى الصفحة، أليست النسخة عندك هكذا؟ كلام الناوي نفسه في أعلى الصفحة. نعم، قال سمعت أنس بن مالك يقول كان لا إحنا بقى تعلمنا أدب القراءة، يعني نترضى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن ذلك موجودا عندنا في الكتاب، وإحنا قلنا من أدب قراءة الحديث أننا نترضى عن الأئمة ونترحم عليهم، نترحم على الأئمة ونترضى على أصحاب رسول الله ونصلي على رسول الله ونثني على الله عز وجل بما هو قاله حتى ولو لم يكن ذلك موجودا في الكتاب. نعم، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان يؤمر بالصوت فيقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به، فقلت لأنس في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، ده ايه الحقيقه يبقى اذا هذا كلمه يؤمر، كان يؤمر، الصوت طبعا كلمه الصوت الكرباك، انما ايه اللي كان بيحصل؟ كانوا بيطلعوا بيجيبوا الجريده وبعدين او الفرع ويجوا ما بين الحجرين عشان لا يبقى الضرب ايه قاسيا، لان من شروط الجلد يعني طبعا الجلد ده حد مشروع، حد لا يعني ايه نص عليه القرآن وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيجلد القاذف كما تعرفون، والزاني غير المحصن، ويعني فيه وشارب الخمر بيجلد، لذلك معيار الجلد ما يكونش عصا غليظة تكسر العظم، لا يكون عصا غليظة تكسر العظم، فلو أتينا بشمروخ قاسي وهل لا ينفع به الجلد، ولذلك هو اسمه إيه؟ اسمه الجلد نظرا إلى أن ما يضرب به جلد، أو أن الجلد نظرا إلى أنه ينبغي أن يكون الضرب على جلد الإنسان. فإذا لما حبوا يجيبوا الصوت بقى ده، هل يمكن أن يكسر قطعة من الشجرة الخشب ويضرب بها؟ ستكون قاسية،
ولو ضرب الجلاد ضربا كسر عظما او فقع عينا او كسر عمودا فقريا فانه يختص منه، لان ليس هدف الجلد القتل ابدا، انما هدف الجلد الايلام النفسي. ولذلك يقوموا جايين ايه بقى، كانوا يقوموا جايبين القطعه المقطوعه ديت، يقوموا يجيبوا بين حجرين وايه ويلينوها بحيث تكون لينه او في الضرب فلا تكسر عظما، ثم يضرب به. كل هذا كان يفعله من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، كل هذا الكلام الذي استمعنا اليه الان كما قلت في اول الدرس، امرنا ولم نعرف من الامر، ونهينا ولم نعرف من الناهي، وقلنا ان في اعتراضات على هذه الصيغه كما قلت لكم في اول لقاء، ان ربما يكون الامر غير الرسول او النهي غير الرسول. لكن اذا قال لنا بقى الصحابي امرنا رسول الله، يبقى اذا الان ليس هناك احتمال اخر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو صرح الصحابي بالامر امرنا رسول الله او امر رسول الله او نهانا رسول الله او نهى رسول الله، قال خلاص يبقى ديت لا خلاف فيه انها مأخوذة واخذ حكم الايه، لا انما هناك خلاف كما قلنا سابقا، ابن دقيق لا يتخالف وابن حزم خالف الا داود الظاهري هنا كما سنعرف الان. لكن قابلتنا مشكله في الصيغه الثانيه، كما قلنا في مشكله في الصيغه الاولى انها احتمال يكون من السنه، سنه الخلفاء الراشدين، الامر هو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الصيغه الثانيه هنا اللي هي ايه بقى، امرنا رسول الله او امر رسول الله، ايه المشكله اللي هنا؟ يعني هل هذه الصيغه فعلا تاخذ حكم الرفع كالسابقه؟ قال لك والله فيها احتمال مشكله هنا. ايه المشكله؟ يقول لك احتمال ان يفهم الصحابي ما ليس بامر على انه امر، ان يفهم احتمال ان يفهم الصحابي ما ليس بامر ها على انه امر، يعني هو لاني ليس امر الرسول موجود في النص، انما ده حكايه صحابي امرنا رسول الله نهانا رسول الله. فوجه الاشكال في هذه الصيغه احتمال، انا قلت احتمال ان يكون ايه، ان يفهم الصحابي ما ليس بامر يفهم على انه ايه امر، ادي واحد، ده احتمال ولا مش احتمال؟ احتمال. الاحتمال الثاني بقى، ربما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا معينا لظرف معين، يعني وجد صحابيا في أمر معين فأمره بهذا الأمر المعين، يعني ربما يكون الأمر خاص بمين؟ بصحابي معين، فيفهم الصحابي أن هذا أمر عام فيقول أمرنا رسول الله، مع أن المأمور من؟ صحابي معين، شخص واحد، أو أن الرسول نهى صحابيا معينا فيفهم الصحابي أن الأمر المين؟ هذا احتمال. يبقى نمر في إيه المشكلة في هذه الصيغة الثانية؟ يبقى الصيغة الأولانية وجه الإشكال فيها اللي هي بالبناء للمجهول. ها؟ احتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إذا جينا يعني أغلقنا هذا الباب وقلنا لا ده الآمر هو الرسول، الآمر هو الرسول، لا تطرق الشك مشكلة تانية، وهو احتمال أن يفهم الصحابي إيه ما ليس بأمر أمرا، أو يفهم الخاص على أنه إيه على أنه عام. لذلك رأى بعض العلماء أن هذا لا يدخل في إطار الرفع، لا يدخل في، طبعا ابن حجر دافع وقال لا يمكن، لأن الصحابي يعلم اللغة العربية، يعلم جيدا ويعلم العموم والخصوص ويعلم الأمر وخلاف الأمر، فكيف يقول وهو عربي فصيح؟ فاستبعد ابن حجر هذه المشكلة أو هذا الاحتمال. نعم اتفضل بقى. قال فإن صرح الصحابي بالأمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه، إلا ما حكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه، وهذا ضعيف بل باطل، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق.
إذن ده بقى هو ده كلام ابن حجر بقى. قال ابن حجر بيقول الصحابي أولا عربي فصيح يعلم حقيقة الأمر ويعلم متى يكون الأمر خاصا ومتى يكون عاما. فنحن ينبغي أن نحمل كلام الصحابي على إيه؟ على ظاهره، وهو أن هنا أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البلقيني نعم. قال البلقيني وحكم قوله من السنة قول ابن عباس في متعة الحج، قول ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج سنة أبي القاسم. وقول عمر بن العاص في عدة أم الولد لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وقول عمر في المسح أصبت السنة صححه الدارقطني في سننه. قال وبعضهم أقرب من لا وبعضها أقرب. أنا قلت في أول الدرس أن العبارات مرتبة، وبعض العبارات أقرب إلى الرفع من غيرها. فحين يقول الصحابي من السنة كذا، من السنة دي أقرب الصيغ إلى الصراحة، إلى أنها مرفوعة صراحة. يعني لما الصحابي يقول من السنة دي أقرب الصيغ أنها تكون مرفوعة، مش حكما بقى، لا صراحة. فأقرب الصيغ نقول سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ويليها سنة نبينا لأن مصرح فيها بأبي القاسم ومصرح فيها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أصبت السنة اللي هي فيها إيه؟ عدم التصريح بشيء، فهي مرتبة كصيغ. فإحنا لو رتبنا أمرنا ونهينا مع كلمة من السنة يبقى تقدم كلمة إيه؟ من السنة، لأنها أقرب إلى الصراحة في الرفع. وأنا قلت منذ قليل لا فرق في هذه الصيغ بين أن يقول قائلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، أو سواء كان صحابي كبير أو صغير إلى آخره. وإن كنا سنقرأ عن قريب خصها بعض العلماء بأن تكون من كلام الصحابي المعروف المشهور. طب ويترتب على ذلك أن صحابيا مغمورا لم يشتهر وقال هذا الكلام ما ياخدش حكم الرفع.